جداول الموازنة، مليارات طائلة وحسابات ضائعة. ماك دخان بدون نار، ولا خراب باقتصاد الدول بدون موازنات انفجارية. هذه العبارة أفضل تعريف لأجواء تقديم الحكومة لموازنة 2024. القصة باختصار أن حكومة محمد الشياع السوداني أرسلت الموازنة للبرلمان البارحة، والبرلمان أعلن استلامه إلها، والمفروض يبدي بدراستها وقراءتها وتعديلها إذا شافوها تحتاج التعديل، وبالتالي يتم التصويت عليها وتترجم إلى إجراءات عملية. شنو أهم الملاحظات المثارة بالكواليس حول الموازنة؟ أهم ملاحظة أنه أكو توسع واضح بالإنفاق الحكومي. إذا قارنا أرقامها مع أرقام موازنة العام الماضي، بالعام الماضي مجموع الإنفاق بلغ 199 تريليون، بينما هاي السنة ارتفع 12 تريليون. رواتب الموظفين قفزت من 59 تريليون إلى 62 تريليون، يعني زادت 3 تريليونات. أما الإيرادات فمقدرة ب 144 تريليون، وهذا معناه أن هناك عجز يبلغ 63 تريليون. العجز كبير طبعاً، لكن الحكومة ومستشاريها يقولون أنه العجز هذا يسمى عجز تخطيطي، يعني على الورق مو حقيقي. مع ذلك ما حد يقدر ينكر للحكومة ولا غيرها وجود توسع بالإنفاق راح ترهق كاهل الحكومة ويخليها تلجأ للاقتراض، خصوصاً إذا ما صار شيء وانخفضت أسعار النفط. الأرقام تقول أيضاً أن الإنفاقات الاستثمارية بالموازنة تصل إلى 55 تريليون، وهذا رقم كبير. الحكومة تبرره بالقول أنه عندها مئات المشاريع المتلكئة تصل إلى 1321 مشروع متلكئ، تم إنجاز 120 مشروع منها، واستئناف العمل ب 471. المعنى أنه توسع الإنفاق تبرر الحكومة بوجود مشاريع كبيرة خدمية واستراتيجية. بعض المراقبين يلمحون إلى وجود أجندة سياسية خلف هذه السياسة. انفق ما في الجيب يأتيك ما في الغيب سياسيا. وين تكمن المخاطر بهذا التوسع؟ المخاطر تكمن في أنه الاقتصاد العراقي أحادي وما بي تنوع، اقتصاد ريعي يعتمد على بيع النفط، وماكو قطاعات تساعده، لا توجد واردات من السياحة ولا من الصناعة ولا من الزراعة. لهذا ماكو حل أمام الحكومة لسد هذا الإنفاق وتحصيلهم على الدينار سوى بيع الدولار بمزاد البنك المركزي. وهنا راح ينتعش سوق المضاربين والصيارفة وأصحاب المصارف اللي يشتغلون على غسيل الأموال وتهريب الدولار، يعني نبقى نفتر بنفس الدائر. ماذا عن الاستثمارات اللي هي قناة لزيادة واردات الدولة من العملة وتحسين الاقتصاد؟ المجال الاستثماري بالعراق واعد صحيح، لكن بعده متلكئ ويعاني من مشاكل بسبب الفساد. قبل يومين السفيرة الألمانية ببغداد
شكت من هذا الجانب وقالت إنه الشركات الألمانية تعاني صعوبات وبعضها انسحب من العراق بسبب طلب العمولات من الوسطاء المحليين واللي أغلبهم تابعين لجهات سياسية. بل حتى مشروع مترو بغداد اتضح انه به مشاكل ولهسه ما قدم عليه غير شركة واحدة، وهذا يثير الريبة في بلد مثل العراق. الآن هل لدى الحكومة حلول لهذا الوضع المثير للمخاوف؟ الحقيقة انه الحلول محدودة جدا، منها فرض الجبايات والضرائب لتحصيل واردات جديدة، وهذا الحل غير مطروح حاليا لأن الحكومة ومن ورائها ما يريدون إثارة غضب الشارع، لكن هناك باب مجرب يا ما طرقت الحكومات السابقة وهو اللجوء للاقتراض، وهذا ممكن يخلصنا من العجز بس بشكل مؤقت، لأنه بالتالي راح نرهق اقتصادنا بقروض تكسر الظهر. شنو الخلاصة؟ قلناها ضمنيا، الحكومة تريد تنفق ما في الجيب ليأتيها ما في الغيب، يعني خليها على الله وبساعتها تنحل، المهم أرض الشارع. وهي السياسة قد تأتي بفوائد على المدى القريب، لكن على المدى البعيد هذه السياسة خطرة. ومن البداية حكيناها، لا دخان بدون نار، ولا خراب باقتصاد الدول بدون موازنات انفجارية. حياكم الله. حياكم الله أعزائي المشاهدين، ورحب بضيوفي الكرام النائب فيصل النايل عضو اللجنة المالية النيابية من بغداد والخبير الاقتصادي نبيل المرسومي من البصرة. مرحبا بضيوفي الكرام. أبدأ أولا مع النائب فيصل النايل، سؤالي لحضرتك، وصلتكم الموازنة من قبل الحكومة يعني 211 تريليون دينار اللي بيها تقريبا 64 تريليون رواتب. سؤالي إلى حضرتك، البقية وين تروح هاي التريليونات؟ صوت انقطع. هسه راح ارجع لك السؤال استاذ فيصل. اقول الموازنه اذا وصلت لكم جداول الموازنه اكو 211 تريليون دينار، سامعني؟ نعم استاذ عدنان اسمعك. تسمعني واضح؟ اي اسمعك الان. اقول اكو 211 تريليون دينار جداول الموازنة لهذا العام، منها 64 تريليون رواتب. طيب باقي المبلغ وين يروح؟ حياك الله أستاذ عدنان، مساء الخير عليك وعلى مشاهدي قناتك، مشاهديكم الكرام. حقيقة الموازنة وردت إلى مجلس النواب يوم أمس، واليوم وصلتنا إلى اللجنة المالية. الموازنة التقديرية 211 تريليون دينار، ونسبة العجز 66 تريليون في هذه الموازنة. الموازنة طبعا مقسمة مثل ما تعرف، هناك الموازنة وردت فقط جداول، باعتبار انها موازنة تم المصادقة عليها في عام 2023، موازنة لثلاث سنوات، البنود والنصوص الموجودة يطرأ عليها الحذف ولا يطرأ عليها الإضافة، وبالتالي الحكومة البنود التي مثبتة في موازنة 2023 ثبتت ما التخصيصات المالية الخاصة بكل بند في هذه الموازنة في موازنة 2024، وأرسلت فقط الجداول. زين. 211 تريليون موزعة على
مثل قسم جزء منعتها إلى رواتب الموظفين في عموم الوزارات والمحافظات، وقسم منعتها المشاريع الاستثمارية اللي من خلال الوزارات ومن خلال المحافظات، وأيضا موازنة تشغيلية للوزارات اللي وزارات والهيئات والمحافظات أيضا. نعم. وأيضا هناك جزء من البنود اللي وردت في موازنة 2023 الحكومة لم تمضي بها وإنما أضافتها في موازنة 2024. أستاذ، نتحدث عن قضية ما يقارب 150 مليار دولار، نتحدث عن مبلغ موازنة العراق لعام 2024 150 مليار دولار. هاي المبالغ، هذا المبلغ الضخم يعني ايش قد تصير رواتب؟ انا اتحدث عن المبالغ البقيه، وين تروح هذه؟ مشاريع؟ استاذ عدنان، وضحت لك، ربما الصوت ما جاي يوصل لك. الموازنه مقسمه الى رواتب وموازنه تشغيليه وموازنه استثماريه اللي هي مشاريع الوزارات ومشاريع المحافظات، وايضا مبالغ اقليم كردستان، ايضا محافظات اقليم كردستان. طيب استاذ نبيل، انت الموازنه مثل ما ذكرت لك، بس خلي لحد ما يتصلح الصوت وياك استاذ فيصل، خلي اسال استاذ نبيل، انت شايف الفرق؟ يعني انه ان تكون الرواتب مثلا 64 من اصل 211 تريليون. طيب نسال المبالغ البقيه وين تصرف؟ مساء الخير عليك استاذ عدنان وعلى المشاهدين الكرام. حياك الله. الحقيقه 211 تريليون دينار، 55 تريليون دينار من عندها نفقات استثماريه، سواء كانت مشاريع الوزارات او تنميه الاقاليم او البترو دولار، موزعه الحصه الاكبر هي للوزارات. النفقات التشغيليه رواتب 62 تريليون وليس 64 تريليون. تبقى مسائل اخرى، المستلزمات السلعيه، الخدميه، البرامج للصيانه، التصليح، السفر، الوقود الى اخره من هذه المستلزمات، تصرف لقضايا برامج الرعايه الاجتماعيه، برامج البطاقه التموينيه، دعم مشتريات الحبوب من الفلاحين، وهكذا. دائما هذه الموازنه متكرره، ان النفاق التشغيلي يساهم 74% من الانفاق العام، والانفاق الاستثماري 26%. لكن انا لاحظ شيء على موازنه 2024، هاي المبالغ الكبيره في الايرادات اولا ثم في النفقات. الايرادات الموازنه 120 تريليون دينار ايرادات نفطيه وصادرات منتجات النفطيه، و27 تريليون دينار ايرادات غير نفطيه. الجداول ما بيها افتراضات، اعتمدت على افتراضات السنه الماضيه بانه سعر برميل النفط 70 دولار والصادرات 3,500,000، اذا نجمعها راح يطلع لنا 117 تريليون دينار وليس 120. هاي ال 120 فرق اخشى ان تكون هذه ناجمه عن رفع سعر البرميل للمصافي العراقيه، وهذا سيؤدي الى تحويل هذه الشركات، شركات المصافي، الى شركات خاسره، وستتوقف برامج الصيانه والتوسع فيها، وسنلاحظ في الايام القادمه اذا ما صح هذا الاستنتاج مظاهرات واعتصامات كبيره في المصافي، لانه يؤثر على مجموعه من الامور بما فيها حوافز العاملين فيها. لو نرجع الى الايرادات غير النفطيه 27 تريليون، هذا يعادل ضعفي الايرادات المتحققه عام 2023، 2023 الحكومه حققت 9 تريليون دينار، اليوم تتكلم عن 27 تريليون دينار، فيما هي حققت خلال الربع الاول من هذا العام، خلال الربع الاول مبالغ جدا قليله ما تتجاوز 3 تريليونات ونص، دكتور ظروفها في 4 راح نطلع لنا 14. احنا نلاحظ اكو توسعه بالانفاق، القصد منها اكو توسعه بالانفاق، يعني اكو توسعه في الايرادات قبل الانفاق. اكو مبالغه بالايرادات وليس مبالغه هاي مساله لازم ننتبه لها. اكو مبالغه بالايرادات، مبالغه اكو 13 تريليون دينار زادت الايرادات العامه في هذا العام مقارنه بالعام السابق، 13 تريليون بالضبط، لان 134 تريليون ايرادات عام 2023، اليوم نتكلم عن 147 تريليون دينار، هذه مبالغه ينبغي ان ننتبه اليها جيدا. لا، وانا سالت سالت الاستاذ فيصل، قلت له احنا اذا نرجع ال 211 تريليون هي ايش قد تصير بالدولار؟ 150 مليار دولار، صح لو اقل دكتور نبيل؟
نعم 155 تقريبا اقل. 155 طيب هذا نعم مبلغ كبير نعم لدولة مثل العراق يا سيدي، الدول المجاورة للعراق يحلمون بال 25 مليار دولار، العراق عنده 150. دكتور نبيل، المبلغ هو الأكبر في تاريخ العراق، نتكلم عن 211 تريليون هو المبلغ الأكبر في تاريخ العراق، لكن دائما الموازنات العراقية هي نسخة طبق الأصل من الموازنات السابقة، الغلبة دائما الإنفاق التشغيلي ومن خاصة الرواتب. وأنا أستغرب كيف يمكن لوزارة المالية أن ترفع من حجم الرواتب من 59 تريليون دينار عام 2023 إلى 62 تريليون في عام 2024، رغم أنه لا توجد هناك تعيينات جديدة في الموازنة. طيب أنا عندي تغريدة للنائب مصطفى سند، يعني هو عضو اللجنة المالية زميل إلك أستاذ فيصل، يقول الموازنة جداول فقط وفقط، أرقام بدون حروف، لا يمكن إضافة أو حذف أو تعديل أي نص إلا إذا اتفقت الكتل السياسية على هذا السيناريو، وهذا غير موجود بالمطبخ السياسي بالوقت الحالي. يعني القصة سياسية بالفعل أستاذ عدنان، فعلا وردت الموازنة فقط جداول، ولكن يعني موضحة بها يعني الوزارات وكل وزارة وتخصصاتها، موازنة الاستثمارية، موازنة التشغيلية، هذه موجودة، لكن كنصوص الموازنة لا يوجد فيها أي نصوص باعتبار أنه تم مصادقتها في عام 2023، والنصوص موجودة لدى يعني اللجنة المالية ومجلس النواب، وبالتالي راح تكون مقارنة مع الجداول اللي موجودة مع بنود ونصوص الموازنة اللي موجودة عندنا لعام 2023، باعتبار هي نفس النصوص والبنود راح تعتمد لثلاث سنوات. يبقى هناك بنود تحذف إضافة لا يوجد فيها أي إضافة، لكن ممكن أن هناك بنود انتهى يعني في عام 2023 ثبتت في الموازنة وتم التخصيص توفير التخصيص المالي لها، وبالتالي في عام 2024 ممكن أنه تحذف ومبالغ والتخصيصات المالية تبقى أمانات في وزارة المالية لحين يعني إكمال هذا البند، باعتبار مشروع أو أكو بعض الموازنة تحمل فيها نصوص مشاريع، هذا ما راح يتكرر في عام 2024، يحذف ويعني لا يضاف بدلا عنه ولا يضاف يعني ولا يبقى في الموازنه. استاذ فيصل انا مثل ما تفضل اسال شيء يعني واركز على هاي القصه، الصوت جاي يروح ويجي استاذ، يعني عدنان. برج خليفه بدبي انبنى بمليار ونص، احنا نعم جاي نتحدث عن موازنه عراقيه ب 150 مليار 155 مليار، معقوله العراق تطب منا وتطلع منا هذه الموازنه؟ صوت ايش بيه الصوت يا سيدي؟ استاذ فيصل سؤالي لك اعيده بشكل بطيء شويه سلولي، اقول 155 مليار دولار، يعني نعم اريد افهم هاي الاموال وين تنفق؟ كيف لا نجد لها اثر بهذا البلد؟ بس مطاعم ومولات، وين تروح؟ بدبي برج خليفة انبنى بمليار ونص، احنا نقدر نبني 10 أبراج مثله يعني ومرتاحين إذا على الموازنة هاي الضخمة، هاي الفلوس وين تروح؟ هسه تتحدث إلي رواتب، أقول لك أوكي، إيش قد الرواتب تشغل؟ 50 مليار خلي تروح، باقية 100 مليار، وين دا تروح؟ استاذ عدنان اول الموازنه 211 او مثل ما تفضلت 100 استاذ عدنان اي الموازنه تسمعني استاذ عدنان اسمعك والله والعباس الموازنه 2211 والعباس جاي يروح الصوت ويرجع استاذ عدنان شو سوى بعد زين الموازنه 211 او مثل ما تفضلت حدود ال 150 مليار دولار مثل ما تفضل الأخ الضيف، موزعة على الوزارات سواء موازنة تشغيلية أو موازنة تنمية أقاليم وأيضا كرواتب، لكن ما راح تنصرف 211، يعني موازنة 2023 صرفت بحدود 157 طيب تريليون ايه؟
هذه الموازنة ما أعتقد أنه تصرف 211 أيضا ربما 160 تريليون أو أقل من ذلك. إيش قد تم إنفاق بال 2013 بال 2023؟ بحدود ال 157 مليار تريليون عفوا. بحدود يعني 157 تريليون دينار عراقي. يعني نتحدث عن أكثر من 110 مليار دولار صح؟ نعم. هم مبلغ كبير. أو بحدود هي المشكلة وين أستاذ فيصل؟ اليوم إحنا ما عندنا حسابات ختامية لحد الآن صح؟ يعني أنا راجعت ماكو حسابات ختامية لل 2023 ولا أقول السنة اللي قبلها ولا اللي قبلها. واحدة من النقاط، احنا كمجلس نواب وكلجنة مالية نريد نعرف الحسابات الختامية ل 2023 ما أرسلت لحد الآن، أكيد نحتاجها ولا يمكن أنه نمر موازنة. أنا عن طيب. عن رأيي ما لم تأتينا الحسابات الختامية ونرى أين هذه المبالغ، أين صرفت، وهل بالفعل تم تنفيذ هذه المشاريع وموجودة على وصرفت لها تخصيصات مالية. طيب دكتور نبيل، أين يعني ك ما نعرف يعني انا رجعت الى موقع وزاره الماليه. نعم. حسابات الختاميه لم ترد مع الموازنه، وبالتالي يعني حقيقه اكو ضغط، يعني ورود الموازنه بهذا الوقت مثل ما تعرف 9/6 مجلس النواب يجب ان يصوت على الموازنه او تؤجل الموازنه الى ما بعد 9/6 الى ما بعد الفصل التشريعي لمجلس النواب. هذا الوقت قليل جدا، هاي اسبوعين او هاي مليارات 16 يا استاذ فيصل، هاي مليارات الدولارات. يعني نعم. بلد مثل العراق تدخل له مليارات الدولارات وتضيع بهالشكل هذا، تدخل الفلوس وتطلع ما حد يعرف بيها. يعني نعم. خلي أسأل دكتور نبيل، الحسابات الختامية للسنوات السابقة؟ لا هي هو مو بهالصيغة أستاذ عدنان، مو بهالصيغة. من نعم. يراقب من يحاسب يا سيدي؟ لا مو بهالصيغة أنه تدخل وتخرج ماكو يعني ما معروفة. لا يعني تعرف الموازنة، عذرا من الأخ الضيف الحديث إله، الموازنة ترد بتفاصيل مستكملة وأيضا وتذهب للحكومة، لكن نريد هذه التفاصيل اللي بال 2023 كمجلس نواب وكلجنة مالية أن يعني نطلع عليها ونرى ما صرف في عام 2023 ونسبة المبالغ اللي صرفت والمبالغ المتبقية، وموازنة كانت 206 وليس 199. طيب. ارتفع إلى 206. هذا المبلغ اللي لم يصرف، شنو الأسباب وأين المشكلة؟ طيب دكتور نبيل، أنت عندك معلومات جيدة يعني ومتابع بشكل جيد، تعرف إيش قد صرفنا مثلا بموازنة 2023 ب 22 21؟ أنا دخلت على موقع المالية ما شفت اكو اشياء يقولون احنا جاي نرسل بعض الاشياء الى ديوان الرقابه الماليه، بس جاي نبحث بس عندك معطيات بهذا الموضوع دكتور؟ الانفاق الفعلي يعني بحسب وثيقه خاصه وصلتني انه الانفاق الفعلي في عام 2023 119 تريليون دينار انفاق تشغيلي و20 تريليون دينار انفاق استثماري، طبعا زائدا نفقات جولات التراخيص بحدود ال 20 18 تريليون دينار، وبالتالي الرقم اللي ذكره السيد النائب 157 تريليون هو رقم دقيق او قريب من الدقه. لاحظ الفرق ما بين 120 وما بين 100 ما بين 20 تريليون انفاق استثماري و 119 تريليون انفاق تشغيلي، معنى الانفاق التشغيلي جاي يعادل فعليا 6 اضعاف الانفاق الاستثماري. وحتى الانفاق الاستثماري اين يذهب الانفاق الاستثماري؟ يعني لو نفكر احنا مثلا جزء من الانفاق الاستثماري نستكمل به مثلا مترو بغداد او طريق التنميه، هاي مسألة جيدة، لكن معظمها يذهب إلى مواضيع استثمارية غير ذات جدوى أو ذات جدوى قليلة. يعني نتكلم عن المقرنص، عن بعض الشغلات الأخرى، صحيح هي مهمة لكن الأولويات، المصنع أهم من التبليط دائما، والمصنع أهم من المقرنص. ماكو أولويات، لأن المشكلة بالعراق أنه الموازنة ما مرتبطة بخطة التنمية الاقتصادية، مرتبطة ببرنامج حكومي، وحتى بارتباطها ببرنامج الحكومي هناك خيوط واهنة بالموضوع. شوف احنا جايين اليوم بالواقع، النظرية الاقتصادية صحيحة، الواقع اثبت بان النظرية الاقتصادية صحيحة، لا توجد هناك موازنة ثلاثية بالمالية العامة،
واحنا ندرس طلابنا واحدة من المبادئ الماليه العامه هي سنويه الموازنه، هي تقديرات للنفقات والايرادات لمده سنه. رجعنا مره ثانيه بالجداول شفنا اختلاف بالنفقات وبالايرادات، اذا ماكو موازنه ثلاثيه. صار عندنا شنو؟ صار عندنا نفقات جديده تمت اضافه، صارت عندنا ايرادات جديده، وصارت ايضا نفقات جديده بالنسبه للوزارات المناسبه. نفقات الوزارات زادت ونفقات المحافظات واختصاصات المحافظات انخفضت، وخاصه بالتخصيصات الاستثماريه انخفاض كبير في حصة المحافظات. طيب دكتور، بمؤتمر الصحفي الموجز الصحفي للسيد رئيس الوزراء يتحدث بطريقة أنه أكو أموال بس المحافظات ما يقدرون يصرفوها، إحنا عندنا أموال لحد الآن ما نقدر نصرفها، ما عندنا إمكانية لصرفها، وهاي الأموال طبعا هي موجودة. أنا مستغرب من القصة، لحد الآن العراقيين مثلا هم بحاجة إلى الكثير من المشاريع، بس المشكلة أنه الفلوس موجودة وما يقدرون يصرفوها لهذه المشاريع. طيب شلون يعني؟ شنو نسوي حتى إحنا مثلا يعني هذا المفروض اللي ما سمي بالموازنة الثلاثية تحلها؟ صدق أنت كل المحافظات العراقية ما مسلمة دينار واحد من شهر الواحد لليوم، لأن ماكو جداول الموازنة ما مقرر. طيب ما أهمية الموازنة الثلاثية إذا توقفت التخصيصات الاستثمارية؟ هو تبقى الموازنة السنوية كما هي حتى يستطيع البرلمان أن يناقش البنود والمواد، أن يضيف ويحذف ويعدل ويسوي مناقلات. كل المدرج اليوم على موقع وزارة المالية من تخصيصات للمحافظات هي عبارة عن تخصيصات العام السابق، في هذا العام لا توجد. عندما يتم المصادقة على الجداول ستطلق الأموال، يعني بالسابع تطلق الأموال، بشهر 12 راح تغلق الحسابات، وبالتالي سننتظر ايضا دوامة. مرحله ثانيه من يعني اعداد الجداول، وهاي الحاله دائما في كل يعني عام تتكرر. انا ما اعرف هاي التفاصيل، يعني انا مو اقتصادي بصراحه، مو كلش اقتصادي، يعني قاري شويه اقتصاد، بس اللي اعرفه اكو بلد اسمه العراق عنده 150 مليار دولار ما يعرف يصرفها وين، ولحد الان تجي انت من سنه لسنه ماكو بس مطاعم ومولات. نعم، يعني نتكلم عن 20 سنة من الموازنات انفجارية قيمتها مو أقل من تريليون ونص دولار، لو نشوفها على أرض الواقع ما تركت أثر نوعي في بنية الاقتصاد العراقي، ما طورت لنا لا البنى التحتية لا الخدمات لا القطاعات الإنتاجية، القطاعات الخدمية، القطاعات السلعية، ما بنت اقتصاد متنوع واعد، لأنه ماكو مشروع اقتصادي نهضوي تتبناه النخبة السياسية، هي مجرد ردود أفعال تأتيك أموال من بيع النفط ثم تقوم بتوزيعها على أكبر شريحة ممكنة. طيب خليني أسأل أستاذ فيصل، ومرة بتخصيصات الرواتب من دون الاهتمام إلى أهمية بناء الركائز الأساسية للاقتصاد العراقي، ولذلك وجدنا ما زلنا 93% من إيراداتنا تعتمد على النفط. تفضل أستاذ عدنان. على 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 قصة النفط، ويعني السفيرة الألمانية تحدثت أنه أكو ناس جاي يبتزون، يعني هاي فضيحة كبيرة أنه السفيرة الألمانية بالعراق تتحدث تقول إحنا ما نقدر نشتغل بالعراق لأن أكو ابتزاز، أكو ناس يريدون من عندنا عمولات حتى نشتغل، وهاي شركات رصينة ما نضطر شاوة، لذلك احنا لازم نطلع من هذا البلد. زين، هذا مال استثماري يا أستاذ فيصل. زين، عندنا عجز بالموازنة، عجز يقدر ب 64 تريليون، هسه عندنا استثمار جاي ينهزم من العراق، عندنا ضرائب وجباية صعب جدا الحكومة تفرضها، شلون يتغطى العجز أستاذ فيصل؟ وتوقعنا أنه الموازنة المفروض هذه السنة تكون أقل من عام 2023. يعني المفروض بحدود بما أنه الإنفاق في عام 2023 157، المفروض يكون بحدود هذا المبلغ أو أقل من هذا المبلغ، أولاً حتى نعطي فرصة أنه هذا العجز يقل. 166 تريليون هذا العام أكيد مبلغ ضخم، وأكيد راح يحمل الدولة عبء كبير، ربما الإيرادات تنخفض، يعني بيع النفط مثل ما تعرف، مثل ما تفضلت بداية مقدمة البرنامج، أنه العراق يعتمد بشكل أساسي على إيرادات النفطية بنسبة عالية جدا، وبالتالي إذا لا سامح الله نزلت هذه الأسعار فأكيد راح يكون هناك ارتفاع بنسبة العجز أكثر من الحال، باعتبار أنه جزء كبير من العجز يغطى من خلال الزيادة في سعر النفط عن 70 دولار، بالإضافة إلى الإيرادات اللي تستحصل خلال السنة. بالتالي
يعني نغى الحكومة زيدت هذه المبالغ الموازنة بهذا الحدود يعني الإنفاقات، وبالتالي أكيد يعني في اللجنة المالية ومجلس النواب أعتقد سيكون هناك تخفيض للموازنة، لأنه هكذا مبلغ ضخم جدا، وربما نأخذ في حساباتنا أبعاد يعني الاقتصادية اللي من الممكن خلال لا هذه المبالغ أو أسعار النفط ممكن أنه تذهب باتجاه يعني النزول، اكيد راح ياثر على استاذ يعني انت على من اقرا شيء على مثلا انه الموازنه جداول فقط، ومن اقرا انه الموازنه هي سياسيه واقتصاديه، بعدين تجينا السفيره الالمانيه تتحدث بهذه الطريقه. اسال يعني انتم كأعضاء لجنة مالية مثلا انتم لامسين هاي الضغوطات او لامسين مثلا هاي الجداول، تشوفون انه هذا الجدول غير مستحق به لمسه سياسيه، هنا مثلا هذا المكان هاي الاموال حرامات تروح بها، لا اكو قصه مو طبيعيه بهذا الموضوع، اكو مثلا فرصه انه تعبرون عن ارائكم ورفضكم، لو هاي خلاص جايه من الحكومه ولازم تصوتون. الأستاذ عدنان، احنا في موازنة 2023 الكثير يعني هناك بنود رفعت من الموازنة، هناك بنود أضيفت إلى الموازنة، هناك بنود تخصيصات مالية، يعني موازنة تنمية الأقاليم المحافظات يعني يمكن وردت في العام الماضي بحدود 4 أو 5 مليار، ما يحضرنا الرقم بشكل تفصيلي، رفعناها إلى بحدود 9 تريليون دينار. فأكيد يعني كان الموازنة منترد للجنة المالية مو مجرد أن نقرأها ونخرج، لا، كانت هناك إضافات وحذف واستضافة للوزراء ورؤساء الهيئات، وهذه يمكن المرة الأولى اللي تحصل بها أنه لجنة مالية يعني تستضيف الوزراء ورؤساء الهيئات وحتى المحافظين تم استضافتهم حتى نطلع على موازناتهم السابقة والموازنة المخصصة لهم في عام 2023، باعتبار هذه الموازنة راح تكون 3 سنوات، وبالتالي يجب أن نسمع ونعطي الفرصة للجهة الأخرى حتى نرى مدى استفادتها من هذه الموازنة، هل ستؤثر على عملها أو تكون يعني داعمة لعمل هذه المؤسسة أو الوزارة أو المحافظة. وكان هناك تغيير وإضافة الكثير من الفقرات، يعني اللي يتحدث يقول مجرد أن تأتي الموازنة مجرد أنه بس اطلاع ويتم التصويت عليها، لا، هذا شيء ما موجود في مجلس النواب. شكرا، ربما يكون شكرا هناك يعني شكرا جزيلا النائب فيصل النايل عضو اللجنة المالية النيابية، شكرا لحضورك ومشاركتك بالبرنامج استاذ فيصل. انتقل بسؤال اخير لاستاذ نبيل المرسومي، تتخيل انه هاي الموازنه راح تمر او جداول الموازنه راح تمر في مجلس النواب من غير اضافات او تعديلات؟ لان تعرف اكو مشاريع متاخره، اكو ناس ينتظرون اقرار هذا الجداول. يعني احنا متعودين على عدم اطلاق المبالغ الاستثماريه، لكن المشكله مو هنا بالموازنه، المشكله وليس في العجز الكبير اللي 64 تريليون دينار، لكن المشكله في تمويل هذا العجز. تمويل هذا العجز هو 1,571,000,000,000 من رصيد وزاره الماليه، كان رصيد رصيد وزاره الماليه المدور في موازنه 2023 23 تريليون دينار، بمعنى تم سحق، تم استنزاف رصيد وزارة المالية، هذا أولا. شيء ثاني، 36,600,000,000,000 دينار قروض داخلية، 9,300,000,000,000 دينار قروض خارجية. لا، وشغلة جديدة أنا ما شايفها بالموازنات العراقية، بس بهاي الموازنة 16 تريليون دينار من زيادة أسعار النفط، هاي ما موجودة بكل الموازنات. أنت ذات هاي معناها شنو؟ معناه هو جاي يفترض بأن سعر برميل النفط هو 83 دولار. هاي مسألة جدا مهمة، ما لم يأتي بها، لم يضعها في قائمة الإيرادات النفطية لكي لا ترتفع الإيرادات النفطية، افتراضات حالمة يعني، وتنخفض الإيرادات الغير النفطية، لكي نقول بأنه العراق جاي ينفذ المنهاج الحكومي. هاي مسألة جدا مهمة، وأعتقد شلون وزارة المالية وافقة أن تدرج زيادة أسعار النفط ضمن مصادر تمويل عجز الموازنة. مصادر تمويل عجز الموازنة، أما التمويل بالعجز طبع النقود أو الرصيد المدور من حساب وزارة المالية أو بالاقتراض. لكن أما إضافة شيء جديد ما موجود في الموازنات العراقية هو 16 تريليون بالرقم، وهذا أدى طبعا إلى
معناها انه جاي نقدر الموازنه على سعر 83 دولار، وهي مساله جدا خطيره لانه كل المؤشرات تدل بانه ممكن ينخفض سعر النفط، خصوصا اذا صار انفراج ما بين حماس وما بين اسرائيل. من جهه ثم ان صادرات العراق اليوم بعد التخفيضات اللي التزم بها العراق هي اقل من 3.5 بكثير، حدود 3.200 الى 3.300. هنا مكمن الخطوره في هذه الموازنه، ليس في الاموال. اعتمدنا دائما الموازنات تستخدم اسلوب طش الاموال، وبالنتيجه لا نوجد هناك اثر نوعي، اثر هيكلي في الاقتصاد العراقي. لكن بس مساله واحده انا اثيرها قبل تختم، انه الزياده في مخصصات رواتب الموظفين 3 تريليونات، هسه لو كانت متضمنة مثلا تعديل سلم رواتب الموظفين كان افتهمناها، لكن ان ترتفع الرواتب 3 تريليونات دون ان يكون هناك التعيينات، المفروض التخصيصات ما صارت تعيينات ل 150 الف موظف سنويا يتحولون الى ماكو تعيينات جديده بهاي الموازنه او بجداول الموازنه، ماكو تعيينات جديده. شلون لا صارت زياده بال 3 تريليونات تخصيصات الرواتب؟ يفرخون استاذ، ما اعرف شو جاوبني. شلون صارت ما جايبتيه؟ يعني هي قالوا ماكو تعيينات. زين شلون طفرت من 59 الى 63؟ تخصيصات الرواتب تقل عن 59 هاي السنه، يعني عدد الموظفين على الملاك الثابت يفترض انخفض بمقدار 120 الى 150. كيف يمكن ان تحصل زياده في رواتب الموظفين 3 تريليون دينار ودون ان يعدل سلم الرواتب؟ بس لو معدلين سلم الرواتب افتهمنا هذه الزياده. مساله المفروض يدققها البرلمانيين ويدقق الجداول جيدا حتى يعرف هاي 3 تريليونات لمن ذهبت، وين راحت، شلون صارت 3 تريليونات. حتى لو حسبنا العلاوه السنويه والترفيعات هي ما تزيد عن ربع تريليون دينار، اما 3 تريليون زياده وزياده بعدد الموظفين 5000 موظف فقط، موضوع يعني مثير للشك. شكرا جزيلا للدكتور نبيل المرسومي خبير اقتصادي من البصره، شكرا لحضورك ويانا في هذا البرنامج. الان ارحب بضيفي السيد خالد المفرجي، قيادي في حزب السيادة. حياك الله أستاذ خالد، أريد أتناقش وياك حول موضوع أزمة رئاسة الله. مجلس النواب، وين وصلت الأمور وشنو تطورات الأزمة؟ أكو جلسة قريبة؟ أكو مشكلة قريبة؟ تفضل أستاذ خالد. شكرا جزيلا، تحية لجنابك وتحية للسادة المشاهدين الكرام. حياك. بالتأكيد اليوم انتخاب رئيس مجلس نواب جديد هو حديث الساعة، وخاصة أن الجلسة الماضية شهدت حالات سلبية مرفوضة من قبل الجميع، وحقيقة أشرت أن هنالك بعض الكتل السياسية لا زالت لم تصل إلى مستوى نضج سياسي قادرة من خلاله أن تتفاعل مع الكتل السياسية الأخرى. لكن بعد الأحداث الأخيرة كان هنالك لحزب السيادة والقوى السياسية المتحالفة معه من عزم وحسم والكتل الأخرى جولات مكوكية على كل الكتل السياسية، وتمخضت هذه المباحثات والمفاوضات إلى أن هنالك إصرار اليوم ليس فقط المتحالفين مع السيادة، لا، إصرار لدى الإطار التنسيقي مع القوى الكردية مع القوى السنية باستثناء تقدم، الكل ذاهب إلى حسم هذا الأمر في بداية الأسبوع القادم، ربما يوم الأحد أو الاثنين القادم في أبعد حد. وأنا في قناعتي وباعتباري مشارك في معظم هذه اللقاءات أن الأمر سيحسم في الجولة الأولى إن شاء الله. ماكو تحديد للجولة المقبلة؟ يعني ماكو الآن تحديد إنه شو وقت ممكن تعقد جلسة الأمر يعني؟ يعني أستاذ عدنان، موضوع التحديد سهل جدا. المشكلة أن هنالك أطراف هدفها الآن ليس موضوع أن مرشح يفوز، وتحديدا تقدم. تقدم الآن هدفها عدم عقد الجلسة، وأنا ما أعرف هذا مصلحة منه. هل بمصلحة تقدم أن يبقى الوضع على ما هو عليه؟ يعني اليوم تقدم هي مستفادة من هذا الوضع؟ أنا أتكلم عمليا، يعني عمليا هي مستفادة من هذا الوضع؟ هل الإطار مستفاد؟ هل القوى الكردية مستفادة؟ لا يوجد أحد مستفاد، وبالتالي نعتقد أن هذا يعني حقيقة أمر مرفوض. يعني الكل يبحث على حسم هذا الأمر عن طريق التفاوض، عن طريق اللقاءات، ولكن بس أكو احتمالية تروحون إلى جلسة بدون تقدم؟ أكو هيك احتمال؟ فيما يخصنا احنا اي جلسه تخص انتخاب الرئيس ذاهبين الى الاشتراك فيها، نعم، ونعتقد ان مشاركه تقدم مطلوبه وضروريه،
ولكن القرار عندهم يبقى عند تقدم. في الجولة الماضية دخلنا ونحن نحشد لمرشحنا السيد سالم العساوي، وكان هنالك انضباط شهد لانضباط نوابنا كل القوى وكل الكتل السياسية. لا استاذ، شهدت انضباط تقدم، يقولون الانضباط كان من غير السيادة، يعني السيادة هم اللي ساهموا بهاي القصة، يعني الفوضى اللي صارت هم من السيادة. هذا لا لا استاذ عدنان، انت يعني صحفي واعلامي معروف على مستوى العراق، ولديك علاقات مع كل الكتل السياسيه والنواب والشخصيات السياسيه النافذه والذين كانوا حاضرين الجلسه، الكل يشهد على انه هنالك انضباط عالي. نحن كنا في اجتماع وانا مشترك في هذا الاجتماع في ليله الجلسه الانتخاب، كان هنالك توصية شديدة من كل القادة السياسيين لسيادة ولعزم ولحسم وللمتحالفين معنا بضرورة ضبط النواب لأنفسهم وعدم الانجرار إلى أي استفزاز من قبل أي طرف. حقيقة أنا ما أخفيك، أقولها وبمنتهى الصراحة، كانت لدينا معلومات مسبقة أن هنالك بعض النواب مستعدين ل يعني افتعال ازمه او لافتعال مشاجره او لافتعال يعني مناكفات مع بعض النواب، الغايه من يمها تعطيل هذه الجلسه. وهذا الامر بدا اثناء الجلسه، وكثير من نوابنا يعني قالوا لي وبالحرف الواحد انهم سمعوا كلام مزعج وسلموا. لا هذا الكلام انا استمعت له يعني وحكيته بهذا البرنامج، بس اكو شيء اخر تحدثوا به تقدم، يعني المتحدث باسمهم يحيى المحمدي مثلا تحدث عن تدخلات حكوميه انه السيد السوداني جاي يتدخل في قصه انتخاب رئيس مجلس النواب. انا استغرب من حاله بدات في العراق يعني بالفتره الاخيره، يعني اي قصه نجاح لاي شخصيه سياسيه مع الاسف تحارب. انا استغرب يعني ممكن الفاشل يتحارب، ممكن اللي يغلب مصلحته على مصلحة العراق يحارب، ممكن اللي على مود نفسه يخرب العراق كله هذا يتحارب، لكن تجربة السيد محمد الشياع السوداني تجربة ناجحة. اليوم تكال له التهم جزافا، هذا أمر مرفوض غير مقبول، تماما غير مقبول. لم يحضر معنا اجتماع، لم يروج لمرشحنا، لم يوصي بانتخاب مرشحنا، بعدين هو يعني سياسي يعني حال أي واحد من يمنه قد يبدي رأي هنا وهناك، ما تقدر تمنعه أنت، ولكن تجاوز صلاحياته، تجاوز وضعه، تجاوز حدوده كرئيس وزراء، أبداً لم يحدث هذا الأمر. فلماذا إقحام السيد رئيس الوزراء اللي اليوم الكل يشهد له بنجاحه كرئيس؟ ليش تقدم أنا أعتقد شخصياً حجة مثلاً ويقولون أكو تدخل من الحكومة في الموضوع، أنا هذا سؤالي. مع الأسف إخواننا في تقدم بالفترة الأخيرة انتهجوا سياسة خلط الأوراق، والهدف من هذه السياسة أنا كما قلت في بداية الكلام هو تعطيل جلسة انتخاب الرئيس، وهم غير مستفادين من هذا الأمر. مع الأسف أنا يعني أنا جدا مستغرب من موقف الإخوان في تقدم، حتى النواب يا أخوان أنتم بالأخير نواب وعندكم يعني عندكم تقدرون تعبرون عن رأيكم، هذا لمصلحة من؟ أريد نائب واحد يستفاد من هذا التصرف ومن هذه السياسة المنتهجة. لما يكيلون التهمة لرئيس الوزراء هي خلط أوراق، وعملية خلط الأوراق لا يستفاد من يمها إلا الذي يريد تعطيل الجلسة. هو شنو يعني؟ هي جلسة يصير بها انتخاب الرئيس أي واحد يفوز. دخلنا في الجولة الأولى يا أستاذ عدنان بكل سهولة، دخلنا مع تقدم ومع عزم، لدينا ثلاث مرشحين، السيد شعلان الكريم، السيد سالم العساوي، السيد محمود المشاداني. والله وأنا شاهد وهذه الرسائل موجودة في موبايلي، كان هنالك اتفاق في الليلة الماضية على أنه الذي يحصل على المركز الأول من المتنافسين الثلاث الاثنين الآخرين ينسحبون لصالحه. والله بعد أن أعلنت النتائج بالموبايل مالي موجودة الرسائل للشيخ خميس الخنجر للنواب، أنه بما أنه الآن السيد شعلان الكريم مرشح تقدم، في ذلك الحين مرشح تقدم هو الذي حصل على أعلى الأصوات، الآن على كل نواب السيادة أن يرشحوا في الجولة الثانية للسيد شعلان الكريم بين قوسين مرشح تقدم في ذلك الوقت. ودخلنا بكل وتقبلنا الأمر، يعني للسيد شعلان الكريم
يعني هنالك اتفاق على أن كنا نذهب لتهنئته مثل ما فعلنا في المرة السابقة عندما فاز السيد الحلبوسي بمنصب رئيس مجلس النواب. طيب. وفي الجولة الثانية عندما انسحب السيد يعني محمود المشهداني كان هنا العفو شعلان الكريم كان هنالك اتفاق أنه في حالة فوز سالم العيساوي بمنصب رئيس مجلس النواب سنذهب مجتمعين ونحتفل عند السيد الحلبوسي، لا نعتبر هذا الفوز لشخص سالم العيساوي أو لحزب السيادة أو للسيد شيخ للسيد خميس الخنجر أو للسيد مثنى سامراء، هذا احتفال بأنهينا أزمة وبدينا مرحلة جديدة وريد أن نفتح صفحة جديدة، ولكن مع الأسف الشديد التقدم يتحدثون من إحنا في الكتلة الأكبر، إحنا الأغلبية، إحنا اللي نمثل المكون. سالم العيساوي يعني من يمثل مثلا اليوم؟ ممتاز، السيد مرشح تقدم هو ممثل الأغلبية، من الذي يعارض هذا الأمر؟ من الذي منعه من التمتع بحقهم؟ الآن تستطيع أن تذهب، أنت لديك مرشح، أنت رشحت السيد شعلان الكريم، أنت الذي قدمته، حصل على المركز الأول في الجولة الأولى لم يصل إلى 167، في الجولة الثانية التي إحنا قررنا وعلانية قررنا أن نسحب السيد سالم العيساوي وندعم السيد شعلان الكريم علانية غير مخفي هذا الأمر، من الذي أشاع الفوضى في تلك الجلسة؟ نائب، أجيب لي نائب واحد من السيادة أشاع الفوضى لإعطاء الحجة ورفع الجلسة، وبالتالي ضاعت الفرصة على السيد شعلان الكريم مرشح تقدم. نفسهم هم نواب تقدم يا أستاذ عدنان، هم الذين أشاعوا الفوضى في تلك الجلسة، يعني هم اشتغلوا فوضى بجلسة شعلان الكريم واشتغلوا فوضى بجلسة محمود المشهداني. نعم نعم، وأنا أقول لنواب إخواننا في تقدم، نواب تقدم كلهم إخواننا من السيد الحلبوسي إلى آخر واحد، أقول راجعوا أنفسكم يا أخواني، راجع أنفسكم، أنتوا اللي محصلين من هاي الفوضى شنو؟ الكل خسران من هذه الفوضى، الكل الآن الكل متذمر من هذا الوضع، أنتوا ليش حاصلين الآن في زاوية ضيقة؟ ألا نعد النظام الداخلي؟ يا أخي النظام الداخلي مو نظامي ونظامك ونظام هذا نظام بس الجميع. بس هذا الموضوع خلاص الجميع يعني أجمع مرفوض على إطارياً وحتى على مستوى رئاسة مجلس النواب بالإنابة السيد المندلاوي رفض، يعني هذا الحديث عنه ما أعرف بعد، يعني ما تخيل تقدم بعد مصرين على هيك قصة، بس هم مصرين على موضوع أنه إحنا اللي الأحقية أن بتقديم المرشح لرئاسة مجلس النواب. طيب يعني الآن مثلا السيد سالم العيساوي هو مرشح من؟ الآن ساد عدنان بعد الجلسة الأخيرة الوضع تغير تماما، الآن لا يوجد هنالك مرشح حزب أو مرشح مكون، الآن هنالك مرشح برلمان، مرشح نواب، مرشح قوى سياسية. السيد سالم العيساوي بالنتيجة الأخيرة أصبح واقع حال اليوم لا أنا أقدر أناقشه ولا تقدم يقدر يناقشونه، هذا أصبح واقع حال، هذه إرادة نواب بعد أنا ما أقدر أتدخل، يعني الأمر خرج من عندنا أصبح بيد مجلس النواب العراقي. اليوم هنالك نصف البرلمان العراقي، نصف البرلمان العراقي ويزيدون قليلا هم مرشحين للسيد سالم العيساوي، وأنا متأكد وهم متأكدين أيضا ما أن تجري انتخابات الجولة القادمة السيد سالم العيساوي سيعبر من الجولة الأولى، لذلك نحن نقول لهم إخواني كونوا معنا في هذا الأمر، كونوا معنا في هذا المحاولة الديمقراطية، مع السيد المشهداني على الانسحاب مثلا، أكو هيك صار صدى بالسوشيال ميديا بآراء سياسية بالجروبات أنه على السيد المشهداني الانسحاب، يعني الرجل خسر أكثر من جولة، شنو الصدى مثلا؟ شنو ردود أفعال السيد المشهداني؟ تبادر إليك شيء من هذا الموضوع؟ شوف أستاذ عدنان، من البداية سياستنا إحنا وتحديدا السياسة التي تبناها رئيس الحزب ورئيس التحالف الشيخ خميس الخنجر هو سياسة الاحتواء، يعني حتى في لقاء قادة ائتلاف إدارة الدولة الأخير يعني كان هنالك تهجم واضح على الشيخ خميس الخنجر وعلى حزب السيادة، ولكن بحكمته وبعقلانيته احتوى كل هذا الكلام المتشنج وحاول قدر الإمكان أن يعطي فرصة للحل.
تحاورنا مجتمعين مع إخواننا في تقدم مع السيد مسعود البرزاني ومع السيد رئيس مجلس الوزراء ومع قوى الإطار من أجل لملمة الوضع دون أن يكون هنالك أي نتيجة لهذا التفاوض. ثم ذهبنا باتجاه المرشحين، جمعنا السيد شعلان الكريم وجمعنا السيد سالم العساوي والسيد محمود المشداني في الجولة الأولى عندنا في سيادة في عند منزل الشيخ خميس الخنجر من أجل أن يكون هنالك مرشح واحد. لم يحصل توافق ولكن حصل اتفاق كما قلت قبل قليل أن المرشح الذي يحصل على المركز الأول سينال ثقة المرشحين الآخرين. بعد ما تخيل ممكن يصير اتفاق، ولكن كما قلت حدث ما حدث. أنت تتخيل ممكن يصير اتفاق بين السيادة وعزم وحزم وتقدم؟ أكو مجال للاتفاق أو للتفاوض بيناتهم؟ أستاذ عدنان، إلى هذه اللحظة نحن لم ننقطع أبدا، نحن في تفاوض وفي حوار مستمر ورسائل متبادلة من أجل احتواء هذه الأزمة ومن أجل الاتفاق على فد صيغة تضمن يعني حقوق الجميع. خالد، ولكن هو الإطار عندهم بيان يقولون خلي القوة السنية يتفقون على مرشح ويجون إلى مجلس النواب، يعني ما أعرف ليش هو بيان الآن. هذا في الماضي. أي لا، هسه بالجديد. هذا في الماضي سعد عدنان، هذا في بالجديد. اليوم أصبح هنالك واقع الإطار مؤمن به والقوى الكردية مؤمنة به ونحن أيضا مؤمنون به، ويجب إخواننا في تقدم أيضا أن يؤمنون به ونبدأ صفحة جديدة من العمل. اليوم هنالك مرشح كما قلت قبل قليل، مرشح أغلبية برلمانية، مرشح أغلبية سياسية، مرشح كتل أصبح لديها مرشح قوي هو السيد سالم العيساوي. لا، الإطار تخلى عن هذا الكلام الآن. الإطار يقول ووجه رسائل إلى الجميع، إلى السيادة وعزم وحسم وإلى تقدم أيضا، أنه إحنا مقبلين ومصممين على عقد جلسة حاسمة لاختيار رئيس مجلس النواب. ولا تنسى ساد عدنان أكو نقطة جدا مهمة أشار إليها العديد من المحللين السياسيين، المادة 75 رابعا من الدستور العراقي تنص على أنه في حال شغور منصب رئيس الجمهورية وعدم وجود نائب له يحل محل رئيس مجلس النواب. طيب الآن لأي ظرف كان تحت أي وضع كان شغر هذا المنصب ونائب رئيس الجمهورية ما عندنا، وهسه الموديل ما هسه واردة هاي القصة استاذ موديل الطيارات. هسه موديل الطيارات استاذ وارده، يعني اسمع من عندي انا المتحدث باسم حزب السياده. أيه. انا المتحدث باسم حزب السياده، ما راح نسكت، احنا راح نقدم طعن للمحكمه الاتحاديه وناخذ قرار 100%، وهاي المحكمه الاتحاديه العراقيه بالدوزر ما تدير بالي لاي ضغوطات. صح. ناخذ قرار من المحكمه الاتحاديه، كل القرارات كل القوانين التي تم التصويت عليها بالفتره الماضيه التي لا يوجد فيها رئيس مجلس النواب تعتبر يعني جلسات غير شرعيه. يعني احنا بدنا نتكلم على قضيه خطيره استاذ عدنان. لا لازم انتم محددين موعد استاذ خالد، يعني مخلين موعد يعني بعد اسبوعين ثلاثه شهر لو جاي تتفاوضون على تحديد موعد؟ حسب بعد لقاءاتنا المتواصله والمستمره مع اخواننا في الاطار التنسيقي والاخوه في القوى الكرديه، بداية الأسبوع القادم تحديدا إما يوم الأحد أو يوم الاثنين القادم في أبعد حد ستكون هنالك جلسة مخصصة فقط لانتخاب رئيس مجلس النواب، فقط لانتخاب رئيس مجلس النواب. هذا الكلام يعني أخذناه من الأخوان في الإطار ووصلت هذه الرسالة لإخواننا في تقدم وإلى بقية القوى، وأنا أقول هذه الجلسة ستحسم هذا الأمر، وعلى الجميع أن يتعامل مع هذا الواقع وهي فرصة حقيقية لأن نفتح صفحة جديدة. كافي خصومات وخلافات ونزاعات اليوم، تذمر من الجميع مو بس من الشارع. شكرا جزيلا أستاذ خالد المفرجي قيادي في حزب السيادة، شكرا لحضرتك على حضورك في البرنامج، شكرا لمشاهدينا، نلتقي في الأسبوع المقبل.